ولا يجعل الأحمر ولا عجيب الخبر حاجة. لا لا أفتكر ما يحضرش. المفروض الدول العربية يساعدوا مصر ويتفقوا على حل واحد لمشاكلهم الداخلية ويتفقوا. تقريبا هيجي بسبب الظروف اللي حصلت مع قطر كده عشان سياسته تجاه مصر يعني. أكيد أقول له لازم تحضر، المفروض تحضر يعني. أقول له حاول ما تجيش، احنا كلنا في مصر مش عايزين قطر تتعامل معاها. ربنا يهديه خليه ماشي ورا اوباما لما اوباما هيوديه في ده. التدخل في مصر، مصر كبيره اكبر من قطر بكتير، ف وهي يعني اكبر دوله عربيه وتعداد سكانها عندها طاقه بشريه كبيره جدا وقادره ان هي تعمل كل حاجه، بس الاقتصاد بتاعها يتظبط. مش كون مصر دلوقتي في مرحله حرجه او مثلا اقتصادها مش كويس، ده يخليه ان هو يتدخل في شؤون مصر عشان يعمل لنفسه بروباجندا في العالم ان هو برضو هو المفروض ان هو يهدى. اقول له احنا كلنا وحده عربيه واحده ماشي بعد السنة، وربنا يصلح حال البلد كلها كده ونبقى كويسين ان شاء الله مع بعضينا. انت امير الدوله العربيه تمام، واحنا كلنا دول عربيه، فلو في حاجه في دماغك انت عايز توصلها وعايز تعملها فبلاش، ولو هتيجي تعالى بخير، لو مش هتيجي بخير ما تجيش احسن. اللي هو يعني يا ريت يحضر علشان ما يبقاش في مشاكل ما بيننا وبين قطر اكتر من كده. لا بدون تعليق، ما وجهلوش رساله. لا انت مش مرحب بك في مصر اصلا، ولا انت ولا عيلتك ماشي يا بومي ولا الوالده يعني.